دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفقرة الصحافة الدولية، واللي سلطت الضوء امبارح على تفاصيل المشهد بعد ما بدأ النظر طبعا في قضية الإبادة الجماعية المقدمة ضد إسرائيل، وتفاصيل كمان الوضع الإنساني في الداخل في غزة وتأثير العدوان الإسرائيلي اللي تجاوز حدود الشرق الأوسط وحدود السياسة ليصل للثقافة والفن والرياضة أيضا. خلينا نعرف التفاصيل ونقرأها أيضا مع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أمير، مدير تحرير موقع مبتدأ. صباح الخير عليك أستاذ مصطفى. صباح الخير عليكم وعلى السلامة مشاهدي. أهلا بك. نبتدي على طول مع جريدة الشرق الأوسط ونقرأ منها تحت عنوان مصر تؤكد استمرار جهودها للتهدئة ووقف الحرب في غزة، دعت إلى تكثيف المساعدات وحذرت من خطورة أوضاع القطاع على المنطقة. لو حضرتك تكلمنا عن التحذيرات والمطالب المصرية. يعني يمكن طبعا منذ بداية الأزمة مصر بتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة وما تفعله يعني قوات الاحتلال في غزة. مصر أيضا مطالبها واضحة وصريحة بضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ القرارات الأممية الصادرة مؤخرا في عدة محافل. أيضا مصر تطالب بضرورة إنفاذ المساعدات بشكل دوري وبشكل مستمر وزيادتها أيضا إلى الجانب الفلسطيني. أيضا مصر مطالبها يعني واضحة وصارمة في رفض مسألة التهجير وتهجير القسري للفلسطينيين سواء كان داخل أراضيهم أو خارجها، و يعني إحباط كل المحاولات اللي بتحاولها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. أيضا التحذيرات اللي بتقولها مصر منذ يعني بداية الأزمة باتساع دائرة الصراع، يمكن احنا بنشوف حاليا دلوقتي في المنطقة اللي حذرت منه مصر بيحصل جزء منه، وهذا ما يقود المنطقة إلى حروب متسعة، وكل هذا بأفعال قوات الاحتلال الإسرائيلية اللي يعني فتحت عدة جبهات مختلفة للصراع سواء كان على في غزة أو على الناحية الأخرى من ناحية لبنان أو في الضفة الغربية. يعني إسرائيل لا تستجيب للنداءات والمطالب الأممية، وما يحدث في يعني مجلس الأمن على سبيل المثال أو بعض يعني المحافل الدولية الأخرى، كل هذا هو يعني السبب الرئيسي هو التعنت من الجانب الإسرائيلي في كل يعني ما يطلبه المجتمع الدولي او ما يطلبه المحافل الدوليه من اسرائيل. لكن كل هذا ومصر موقفها واضح وثابت من يعني مطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني. عظيم. طيب من الشرق الاوسط هنروح للتلجراف البريطانيه، بتطرح سؤال مهم جدا، هل سيتم اتهام اسرائيل بارتكاب جرائم الاباده الجماعيه في لاهاي وابرز ما تقدمت بيه جنوب افريقيا، وفكره ان الدوله اللي كانت دايما بتدعي ان هي ضحيه اباده اصبحت وللمره الاولى متهمه باباده شعب، ايه اصداء هذه الدعوه القضائيه يا فندم؟ تمام. يعني يمكن زي ما انت اشرت اسرائيل والغلبيه العظمى من مواطنيها هذه القضيه بتمثل ليهم انحراف مفجع. يمكن اسرائيل اصلا رافضة المحكمة من الأساس ولا تعترف بها، ولكن هذه المرة توجهت أو تمثل لأول مرة في المحكمة لأن المحكمة تتهم إسرائيل وليس أفراد ويعني في الحكومات. لكن يعني خلينا أقول لك أن قرارات المحكمة من الأساس يعني غير ملزمه بشكل فوري وقد تاخذ سنوات. يعني حتى لو اسرائيل اتحكم عليها بشيء في هذه الجرائم التنفيذ نفسه معضله امام المحكمه وامام المجتمع الدولي. يعني يمكن جنوب افريقيا لما رفعت دعوى الانتهاك وفي ديسمبر 23 امام محكمه العدل، هي عارفه ان ممكن الموضوع ياخد سنوات حتى يصدر قضاه لهاي حكمهم بشان القضيه، لكن هي طلبت بالفعل اتخاذ اجراءات مؤقته لوقف
الجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية، حتى مع وجود ما ادعته إسرائيل بالأمس في الجلسة الثانية، وهو كله أكاذيب لم تقدم دليلا واحدا أو ترد بشكل ممنهج وشكل مؤسسي على الاتهامات الموجهة لها. ولكن السؤال بالفعل هو هل هيتم محاكمة إسرائيل بهذه الجرائم؟ والسؤال الثاني، هل سيتم تنفيذ ما تصدره محكمة العدل الدولية أم سيأخذ منحى آخر للاتجاه إلى محاكم أخرى سواء كان مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية؟ هو ده اللي هيظهر في مجريات الأيام المقبلة في ظل الجدل اللي حاصل والأصداء اللي حاصلة من دول العالم المختلف على هذه القضية بتاعتي. طيب خلينا نتحول للبي بي سي، وحاجة فاجأت العالم كله، لعبوا المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا رغم الضغوط النفسية وعزيمتهم فاجأت الجميع. لو تكلمنا عن المشاركة الفلسطينية في الكأس. يعني طبعا المنتخب الفلسطيني وهو يعني ملقب بالمنتخب الفدائي بيشارك في بطولة كأس آسيا لكرة القدم اللي كان الافتتاح بتاعها امبارح، ويمكن شفنا اللفتة الطيبة وهو إهداء فلسطين أن قسم الافتتاح. يمكن ده في ظل استمرار عدوان الاحتلال على غزة واللي أسفر حتى الآن عن أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف مصاب. طبعا اللاعبين تحت ضغط نفسي كبير بسبب الأحداث، لأن منهم اللي فقد أقربه واللي فقد أصدقائه. ويمكن على سبيل المثال لاعب المقاولين العرب في الدوري المصري هنا يعني محمود وادي فقد عدد من أولاد أعمامه وأقربه وآخرين، أيضا مدافع محمد صالح مدافع فلسطين فقد خاله وخالته وأبنائه قبل أيام من انطلاق هذه البطولة، وده شيء مش سهل على الإطلاق لأن المشاركات الرياضية بتحتاج يعني والبطولات القارية بتحتاج جو مهيئ للتركيز والمنافسة تماما، يعني دون الانشغال بأي أمر آخر. لكن احنا بنقول طبعا أن اللاعب الفلسطيني جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، والحالة النفسية للاعبين صعبة زي حال جميع الفلسطينيين وجميع المؤيدين للقضية الفلسطينية. خلينا أكد لك كمان أن المنتخب الفلسطيني حاليا ما عندوش أي لاعب منضم ليه من قطاع غزة، يعني في أي لاعب يعيش في غزة ما عرفش ينضم للمنتخب بسبب الجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى أمير مدير تحرير موقع مبتدأ.